اليوم بنتحدث عن إعادة تواصلك مع حياتك وغاياتك السامية. أنا غاية البروانية. هناك أوقات نحس أن الحياة تمشي بينا، تسري بينا، ومع أنه هذا الشيء ممكن أننا نترك المشوار لفترة وجيزة، ولكن إذا خليناها تتمادى هذا الوقت أننا نحس أننا منغلبين ونبدأ بالاستياء والندى وهذه الأحاسيس، ونبدأ نتخذ قرارات على عجلة من موقف الفقر عوضا أن يكون موقف إبداع ووفرة. وفي هذه الأوقات نكون فضين مع أنفسنا والآخرين، وندخل في دوامة اللوم والخزي الداخلي، وهذا يفرق بيننا ويبعدنا من زملائنا وعوائلنا وأصدقائنا، والأهم من ذلك كله من أنفسنا. فكيف ممكن أننا نعيد صفاء ذهننا وتوازننا؟ كيف ممكن أننا نتحكم على حياتنا وغاياتنا السامية؟ كيف ممكن أننا نعطي النتائج ونكون صادقين مع أنفسنا؟ بس أريد أني أعطيكم بعض الاقتراحات عن كيفية إعادة تواصلنا مع حياتنا وغاياتنا السامية عبر أخذ الوقت للقراءة. أولاً القراءة وهضم الأشياء الإيجابية. القراءة تواصلنا مع أشخاص عمرنا ما بنتعرف عليهم عبر الوقت والزمان، والأبحاث وجدت بأن خبرة القراءة تعطينا معنى وهدف، لأننا لما نشوف أهداف وغايات الأشخاص اللي موجودين في الكتب واللي حولنا، هذا يخلي القارئ يعزز من مخيلة القارئ، وبهذا يرى ويجد الهدف في حياته. ثانياً، أننا نحول الألم إلى شفاء للآخرين. عيش الحياة وأننا نجد غاية سامية في حياتنا ليست مسألة ذهنية أو عقلية. هناك أشياء يجب أن نستشعرها كي نتغير وننمو، ولذلك يمكننا النمو من المعاناة، سواء كانت هذه معاناتنا إحنا الشخصية أو معاناة الآخرين، كي نجد طرق لشفاء الآخرين عبر ألمنا إحنا الشخصي أو ألمهم هم، كي ينمو ويزدهروا، وهذا يعزز من نمونا إحنا الشخصي وازدهارنا. ثالثاً، كيف ممكن أننا نتأكد بأن الألم يساعدنا على النمو بدل من أنه يهدمنا كلياً؟ الرد قد يكون بسيط ولكن أصعب وقت التنفيذ. نموا وعززوا الانبهار، الامتنان والعطاء. هذه المشاعر والسلوكيات تعزز من الصحة البدنية والعافية الذهنية، وفي نفس الوقت
تنمي الإحساس بالهدف وبالنبل، وتعزز الغايات السامية في داخلنا، وتساعدنا إننا نتواصل بالإحساس التواصل خارج أنفسنا. رابعاً وأخيراً، استمعوا إلى ما يشكره الناس فيكم، بمعنى أقروا بالأشياء الجيدة والجميلة في داخلكم، قواكم، الخصل الحميدة اللي موجودة فيكم، المزايا اللي فيكم، الأعمال الجيدة اللي تقدموها واللي تسووها، والتقدم اللي تحرزوه، هذه كلها تعزز من أنفسنا وتقديرنا لأنفسنا، وبذلك يمكننا أن نقر فيها في الآخرين. إيش اللي تريد تبدأ فيه اليوم؟ إذا تريد تحصل على نتائج أسرع وأسهل، يمكنك التواصل معي على غاية@غايبرواني.com، وإذا كنت تريد تتعرف على كيفية عملي مع الأفراد والقادة وفرق العمل، يمكنك زيارة موقعي أولا وهو www.غايبرواني.com لمزيد من المعلومات. ولحلقة أخرى بإذن الله. مع السلامة.